السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد، حلقة جديدة عن ارك سيرفايفر. اركب 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 بلعن ابو حظك قتلتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن ارك سيرفايفر. طبعا بالفيديو الماضي شفت خبصت كتير وعملت شغلات، صار باليومين الماضيات كتير عم بتعذب بارك سيرفايفر، عم بحاول اتعلم فيها كتير شغلات، عم بحاول افهم شلون اللعبة، شلون نمط اللعبة، شلون السيستم اللعبة، شلون تمشي اللعبة. انا طلعت اللعبة ادمانية اول اشي، ثاني اشي صعبة صعبة لدرجة انه انا ما تحملت مخي. المهم نحكي لكم بالمختصر اللي كان، انا بعد ما شفتوني دخلت بالسيرفر الاول، بعدين دخلت بالسيرفر الثاني بالفيديو الماضي، اتوقع ما شفتوني في ناس كتير شافته. المهم فلما انا دخلت بالسيرفر فكانت المشكلة فيه انه انا عم بلعب سينجل بلاير، ما عم بلعب سكوب، ما عم بلعب بالسيرفرات العادية، هي اول شيء. ثاني شيء لسه نحن انا والشباب اللي موجودين معي اصدقائي لسه ما عندنا هالخبرة الكافية لحتى نبلش مثل ما نسوي باقي اليوتيوبر، بنحارب بعض ونعمل قصة ورواية والقصص هي تعرفوا انتم هاي لذلك. فالمهم دخلنا مع بعض فقررنا انه ندخل اول شيء بسيرفر، انا دخلت الحين بسيرفر بي في بي، كل ما ادخل اطلع ادخل الاقي الاغراضي مسروقه. المهم تعذبت انه عذاب الكفار ما لنا فيه. فالمهم بعدين دخل معي حسين، قمنا دخلنا سيرفر بي في اي. لما دخلنا سيرفر بي في اي كمان نفس الشيء، طبعا هم بالسيرفرات الرسميه كنا نتعذب كثير في جمع الموارد، حتى بالترويض طالع روحنا، يعني حتى نروض واحد طلعت روحنا. المهم فانا هلا سكرت، قلت خلاص انا بدي ادخل بالسيرفرات الغير رسميه. طبعا اختاريت هذا السيرفر هلا دخلت فيه. طبعا اول ما دخلت فيه الحلو انه اعطوني هذا الطاير ليفلو 100، يعني بارك الله فيهم والله يجزيهم الف خير، بس بده سدل واموره تمام، هذا اللي فهمته يعني. هلا بنسوي له السدل، اموره ايزي ايزي، بنسوي له السدل وبس. سوينا له السدل نقدر نحدد وين المكان اللي بدنا نروح نبني فيه بيتنا ونحاول نتوسع. محاول انه اضل انا العب بهذا السيرفر، لان حسب ما شفته حتى كمان لما دخلت عليه البنج 110 لا بأس فيه، يعني هو ما بعرف شلون نظام البنج هون، بس كل شوي انا عم بتهاجم وبنقتل ومتت. تمام، فاول ما نزلت اعطوني هذا الحيوان، اعطوني هذا اللي معي، هاي اول اشي. وهلا شوف انا متت، رجعت للرسمن بده يكون موجود جنبي، ما بعرف شلون هيك عاملينها، شلون مسوين هذا النظام، اي دونت نو. المهم انا كل ما عم برسمن بيعطوني واحد معي مشان يساعدني شلون اشتغل. المهم رح نبلش هلا اليوم. طبعا اول اشي انا تعلمته رهون اعطاني مهارة جديدة الحمد لله، وانا فكرت اني وقت متت فكرت اموري راحت اكلت هوا، بس خليني ازيد الوزن بس 10. تو دخلت بسيرفر صار يعطيني 100 كل ما ازيد وزني. الله حلو، هون ضرب 10، هنيك كان يعطي ضرب 4 يمكن اتذكر، او ضرب ما بعرف شاد. حلو ضرب 10 ممتاز. نحاول نرفع الهيلث ونرفع الاستامينا، انا بدي اعتبره هدول اهم عنصرين موجودين عنا. وهذا صرنا الالبسة، نفتح عنها قناة الالبسة حتى نبلش نصنع عنا البسة ونصير عملية انتقالنا اسهل. نسوي فونديشن، بس رح استنى حتى افتح هذا التخت اخذه، بس ان شاء الله يكون عملية القتل تبعته اسهل مشان ما اروح اطلع على غير. بس بانه اعطاني هذا الحيوان اول ما دخلت فاكيد ما راح اغير السيرفر مهما يكون يعني صراحة. خلينا هلا ندخل نقول له صنع لي بيكاكس، صنع لي هي، صنع لي هي، صنع لي هي، صنع البنطرون. ليه ما صنع البنطرون؟ بده حلو، فتح معي التخت تمام. هلا ضل بدنا نستنى السدل تبع هذا الحيوان، ايش اسمه؟ وقف يا مجنون، احلى شيء وقت تلاقي حيوان بارق الحق، جد ما تتخيلوا الشعور شخ جميل. هنيك يا زلمه كنت اتمنى هذا يلحقني. صار لي 4 ايام بلعب جد جود. اوه بدنا لازم نرفع الاستامينا اكثر من هيك، بس هون الاكس بي شوي ارتفاعه بطيء، بس يعني اتس اوكي نو بروبلم. والله الاسود، بس خلينا نروح ندور حيوان، ما لقينا ولا حيوان، ايش القصه؟ معقول بدنا نروض حدا ناخذ منه هايد؟ هادي هادي هايد، حاجة جعر جنبي ما عم بعرفك منك من الحيوانات الباقية يا زلمة. وهلق نكمل عملية تبعتنا. طبعا غيرت موقع الكاميرا لانه عم بسجل لمدة طويلة جدا صراحة لا توصف. حاليا هلا نحن عملنا بيت، صار متنا شي 3000 مرة، لكن لا بأس، ناحية حياة سرفايفر ولازم نعاني ولازم نحاول انه نعيش. فحاليا بدي اطلع من البيت، كان معي لحم، كان معي كل اشي، متت من غبائي متت. طبعا الموتة اغبى منها ما في، انا رحت موت حالي بايدي. طيب الكامفاير تمام، هلا بعدين نجي نحن نكمل الكامفاير شغلنا فيها. هلا خلينا نروح منجيب شوية جلد، مو شوية جلد بدي. طبعا ايش بدي اسوي هلا؟ اول شي انا اشوف اني اسوي انه اكبر بيتي، بعدين افكر اني اروح اجيب حيوان، لانه حيوان ايين حيوان صعب اني اجيب حيوان. تمام، اول شيء كنا ناخذ القارب ونشج، بس ما عندي 75 هاي. طيب
انا برايي اني اكبر البيت حاليا وننسى الموضوع هذا الترويض وما ترويض وهالقصص هاي، لانه حاليا احنا ما عندي، ليش ما عندي القدرة اني اروض؟ لانه حاليا ما عندي القدرة اني اروض، لانه بدنا من هاد وهاد بده كتير شغلات، عرفت شلون؟ نكتر هايد اليوم عنا، مع انه انا هذا الحيوان ما عاد يحل عني. انا ابو حظك بسوي بيتي من حجر هلا، بس طول بالك بس شوي بس شوي. والله في هدول كتار وليك ملونات انا مش عارف، وليفلو 100 ممتاز، بس المشكلة وين حاليا؟ المشكلة شلون بدي اخدره؟ وهون السؤال، شلون بدي اخدره؟ عنا بولا، عنا كل اشي، بس شلون بدي اخدره؟ عم بفكر بطريقة اني اخدره، ما في. ردت نفس الغلطة غلطها، نفس الغلطة غلطها، والله العظيم نفس الغلطة غلطها. بناء على ما تقدم انه البيت متكسر ومنت عن سنسفيل اهله للبيت، بداية انا رح اعمل اشي واحد بس حاليا، اللي هو اني اروح اكبر البيت واصنعه من حجر بس. بالوقت الحالي حاليا رح نعمل اشي مهم جدا، اني احاول اني ارفع الليفل تبعي لحتى اوصل لمستوى اللي هو 23 24، مستوى 24 بس، 24 ليفلين بدنا نرفعهم، ونحاول ان نسوي فرن مو بدنا هايد وتاتش. طب تمام، نروح شوية نحصد لنا شوية اغراض، تمام حاجة بيك في هذا الاشي. طب خلينا نرفع حاليا ليفل الوزن وليفل الهيل، تمام. عندي صار مستويين فتحوه، فحاليا اكيد فتحت عندي البيت الحجري، فخلينا ابلش اوصلنا البيت الحجري كله. اه والله هسه بدي ليفل تاني، والله اتس اوكي نو بروبلم. هاي ال 115 كلها، طبعا هذا المود جدا خرافي لانه اي شكله دمشت نفسي. طيب تمام، هاي حاليا عم نسوي الاكل. ايش بدي اسوي هلق؟ بدي اروح اجمع حجر. ما حجر، تمام. فتح هاي الوزن كمان، فتح الحجر، تصنيع الحجر. هلا صرنا نقدر نسوي بيتنا من حجر، نفتحه هذا كله، وهي السقف، وهي الباب، وهي الدرج. حلو تمام. حاليا هلا صرنا نقدر قادرين انه نصنع بيت. بداية قبل ما نكمل تصنيع البيت، اول شي لازم نصنع عدة الفرن. الفرن ايش بده؟ بده حجر، خلينا نجيب له حجر اول شيء. طيب حلو، نقدر نسرع اربع حيطان، يلا نسوي اثنين. نعم كنا نسوي شيء ثاني، يلا خلينا نحط هون بدل هذول اثنين حجر، نحط هذول اثنين حجر عشان ما يتكسر التخت، هذا يجي يخبطني، لانه ما شاء الله كلها حيطان هون. حلو تمام، اي نمبر 1 من هذا الاشي. هلا ايش طلب بدي اسوي؟ كمل تكسير الصخر، حيطان. حلو كم حيط سوي؟ واحد بس، يلا انا مش اتس اوكي، انا احطه من هالطرف، من طرف الحيط. تمام هذا الاشي عملناه. طيب خليني اروح اجيب اسوي الطاولة، حتى ايش بده الطاولة انا اسويها؟ هلا هون بدنا اول شي الفرن وبعدين الطاولة. اول شي الفرن، الفرن بده حجر بس، حجر. طيب تمام نروح نجيب حجر، تمام حلو. هلا صار لازم نصنع، تمام صار عنا قدرة نصنع الفرن. يعني اول اشي لازم نصنع الفرن، عنا هايد منيح وعنا حديد. صنع لي وان فرن، بعدين لازم نصنع طاولة. طيب حلو، الفرن راح نحطه اذا نقدر نصنع حيط عشان بالمرة نحبس الحيط. تمام تمام، عشان نحط الفرن بالزاوية، عرفت شلون صديقي؟ خلي الطاولة هون، خلي الفرن هون يكون. لا طول بالك طول بالك طول بالك، خلينا نسوي حيط تاني، أرض تاني. شو بده هذا حاليا؟ تمام، هاي رقم 7، حطه بالزاوية، هي حطه بالزاوية، خلصنا عشان يدفي البيت كمان بالمرة. طيب حلو، حط لي الحديد فيه، هاي الخشب حط لي نصه، ما بده نصه، حط 30 و 20 وهذا يكفي. شغل تمام،
نرجع لك فيما بعد. بدنا حاليا نروح نجيب له مشان نسوي هذا الاشي، بده بس حديد. حلو، خلينا نفضل هايد هون مشان ما يروح ننكب نحن وياه. بس خلينا نشغل كم فاير هون، حتى هون بزاوية البيت. اتوقع حاليا صار عنا الحجر بكفي. طب ناس حديدات، تمام صار عنا حديد يكفي. 5 انا افكر بدي 10. مبارك عم بشغل على 10. يلا ممتاز حاليا. ها بده هايد، تذكرت نسيت انه بده هايد. طب خلينا نحط هدول معنا كلياتهم. حلو اشتغلنا، هي طولت العدة. تمام وين طولت العدة؟ حطها هاي هون، حطها بالرقم 9 لنشوف. تمام حلو، حاليا بدي اصنع بيكاكس. هذول اول شي، هذول اثنين ايش بده؟ بده هايد وميتال وخشب. حلو، هاي هايد وخشب موجود. ايش ضل بدك؟ ها هي اول فأس صنع. هذا الثاني ضل بده حديد. بده كم حديدة؟ بده 5 حديدات كمان، معنا 5. طيب حط لي هاي هون، حطوا هذا هون. تمام هذا كبه هون مع له شغل. ايش صار عندك حبيبي؟ حديدة؟ طيب اطفي انت وروح. حاجة 10 حديدات ممتاز يكفي الرقم. شوفوا انا كم مرة متت في السعي حياة. حلو هذا المود، يعني صراحة يعني اهوى من المود اللي كنت بلعب فيه. كان هذاك مطالعني عن بنطروني كتر ما عذبني. طيب حلو، ايش ضل بدي هلق؟ حاليا بدنا نشتغل على الحيطان، بدنا نكتر الحيطان. بدنا واحد هون، اثنين هون، اثنين، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. بدنا شي 12، 13 حيط واربع سقفيات. طيب تمام. طيب حلو، هي ستة لنشوف يكفوا. اساسا ما ضل عنا غيرهم، بس ما تقل لي ضل وحده بدك. والله كنت مفكره بده وحده كمان. طيب خلينا نطفي النار. هون في شي عم ينشوى. والله في كتير لحم. طيب حلو، هات هي هيد هون. هذا والله كبة يا شيخ دروب. الله معك. حلو حلو، هلا خلصنا هون. هلا بدنا نكمل بناء الحيط تبعنا. طيب حلو، كم حيط نقدر نسوي؟ 3. هات ونشوف. حاليا صار معنا البيكاكس اللي راح يطلع لي حديد وحجر وكل شيء. طيب حلو، هلا الان مرحلة البحث عن تكبير البيت. والله في عندي انا حجر، طول بالك في عندي شيء يكفي. هي 8. طيب مش نحط هون، انا هذا السيرفر 1v1 فممكن اي حدا يدخل لعندي. عرفت شلون؟ تحمل البيت، عرفت شلون؟ فلازم نحن نكون حريصين على بيتنا. حلو، ضل بدنا كم وحده؟ وحده، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، وسقوف. تمام هلا نكمل عمار البيت ونسكره من كل الاطراف ونسكر حاج. بكره نكمل ترويض ايوه. طيب حط لي بدل الارضيه، لانه حاليا الارضيه ما عملنا دوره له. حلو هاي هون، الباب حطه هون، اعمل له انلوك ونحط له باسورد. ضل ايش بدنا نحط؟ بدنا نسوي سقفية. كم واحد بدنا؟ بدي بس انا خلينا نكمل هلا حاليا الحيطان. الحديد هون اللي اشتغل. هذا ايش صار وضعك انت؟ انت حوالي كفن. حاليا ضل بدنا اثنين حيطين، ثلاثة، اربعة ضل بدنا، مو؟ تمام اربعة. عنا اثنين، اي واحد، هاي اثنين، ضل بدنا اثنين واربع سقافي. تمام طيب راح نروح، ما راح نرجع حتى نخلص الاثنين باثنين، نسويها ونرجع. يعني صار الليل اساسا، لازم ننام.
حلو، خلصنا الحيطان. الآن راح نبلش بالسقفية. هاي السقفية الأولى، هاي السقفية الثانية. ضل بدنا سقفيتين، أمورنا لو إن شاء الله. إن شاء الله لبكرة الصبح ما ننسرق وما نقتل وما حدا يجي يسرق لي. شايفين شلون في لاج باللعبة؟ يعني بوقف في مكان، راح خليه يثبت بغير مكان. طيب حلو، وهيك نحن نكون خلصنا. هاي نشغل النار عشان نشوف البيت. هيك بيكون نحن خلصنا، جهزنا بيتنا. بس خلينا نسوي خزينة ثانية عشان نحطها هون جنب الخزينة هاي الأولى، ونبلش نعبي فيها الأغراض ونرتب فيها أمورنا مثل ما بدنا نحن. أكثر شي عم بركز على السمينال لأنه عم بتعب كتير. بده بس حديد، عندي حديد لأن أنا جبت معي حديد كتير. فأنا بلش أشوف شو صار فيه. هذا عنده 5، حلو، هاي 20، ونحط فوقها كمان 20 هون. تمام هيك، تمام اتوقع. ونقول له شغل، وبعدين نقول له هي هات لهون، حط لي هي هون الخزينة. خلينا نحط فيها الهايد. مو هون موجود الهايد اساسا، موجود هون ولا وين حطيته؟ انا ما حطيته بالماكينة بطاولة الشغل عشان نحفظ نحن كل اشي وين حاطينه. اللحم خليه دائما هون يكون مع النار، دائما محطوط. والحجر خلينا نحطه هون، هاي والحجر، وهي شغلات الثقيلة مثل الخشب. وهي والله هذا عمل له دروب مو مهم، وهذا دروب مو مهم، وهذا كمان مو مهم، وهذا مو مهم. هذول اتركهم لهم حاجة. هاي اللحم اتركها، وهي كمان من الشغلات القاسية تعتبر. اما هون خلينا نحط الشغلات شوي اهمية، يعني او مثل التاتش، مثل الفايبر. هذول خلينا نحطهم هون، يعني نسوي كذا زين على شيء. لا النوك، تمام النوك صارت، تمام النوك هون بتصير لها اللوك، صارت لها اللوك كمان. هاي بتصير لها اللوك، هاي اللوك كمان. هاي مشان اللي بده يدخل بده يكسر البيت كله. تمام، طبعا عم بفكر انه كمان ابنينه من برا، بس راح نكتفي بهذا القدر اليوم. لا طول اكثر قبل ما نكفي. خلينا نسوي صنع البو. وهي كمان فكرتها شغلة كبيرة، عم طلعت جربانة. حلو، تعال انت لهون، حط لي ايون. تمام، ضل بس عنا هذا الشي نستخدمه نكسره، وكمان خالص. الطاولة الخشبية بدها 10 100 حد شباب، ما عندي هذا الحكم. طيب حلو، بس لازم نحطها هون، هون بده 100 خشبة لنسوي. بده 100 ب 12 حديد اتوقع. ما ضل عندي حديد، ما ضل حديد. انت كل شغل طفي. طبعا حديد ماكو، بس راح اروح اجيب شوية حديد وارجع مشان اسوي الطاولة واحط عليها المدق. مدق ايش بده كمان؟ هذا المدق بده، هيدو الحجر، هذا حجر بسيط نلاقي منه كتير. اعطينا هذا كل البيت، خلص خلينا ننام. بكرة الصبح نسوي الطاولة ونسوي كل اشي. حاليا بالوقت الحالي ما عاد بدي اسوي اي اشي. بكرة بنكمل. تعال نسوي درج. بده كمان 20 حجر. منين اجيب لك حجر انا يا عمو؟ تعال نسكر هالباب. عاجي، طيب طفي النار، خلينا ننام. يلا عالنوم، يلا باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.